السلام عليكم، حياكم الله من مقطع ثاني. نايف سينسي معاكم، وجدنا لكم في إلدن رينج. قبل ما نبدأ حاب أذكركم شيء جديد، جات منزل الاشتراك وتشوفوا القناة وقد التواصل الاجتماعي، أكون شاكر لكم. رجعنا لكم في إلدن رينج وراح نكمل مغامرتنا. وطبعا رجعت لمنطقة التنانين، ليش؟ لأن في ناس كثيرة تقول لي إنه في زعيم سري هنا نحن ما ذبحناه. طبعا موقع الزعيم السري هذا موجود هنا، روح البوم فاير هذا beside the great bridge، تمام؟ وراح امشي مع الخط اللي شفته وان شاء الله انه صحيح. طبعا الزعيم سري يعني سكرت بوس يعني، وجانب يعني مو بلازم انك تروح للبوس هذا، لكن احنا ايش راح نروح له. فنمشي مع الخط اللي في طريقك نذبحه. طبعا ايه والله كانوا يذبحوني ذولي. مشكلة كبيرة، خلينا لازم نهيل. انا حاط بوشنات زر كثير لان لعبت في بي شوية في الشخصية ذي، لكن المفروض اعدلها والله. طيب نمشي مع الخط نكمل. شوف الرسائل كثيرة هنا. تراي داون يب اوكي. اوكي نغير هذا الاتاك. لا صار هذه المشكلة. خلاص نقعد على المد. طيب بس نبدأ ننزل ننزل ننزل. يفترض يفترض في نهاية الخط حصل بوس أو نعمل حاجة معينة. يبي يشوف الرسائل كثير، دائما الرسائل دي تقود إلى الإصرار يعني. أوكي جاهزين؟ لا والله، لكن يلا إن شاء الله جاهزين إن شاء الله جاهزين. نوم خلاص ما عاد نبغى نلعب. الله الله الله، توقف الزمن. ايوه يا ساتر. الو باقي نايمين. اوف الو يا ساتر استر. طيب بوس تنين ومتعلق في الجو، كيف ما ادري. والله حلبة والكهرب ومدري ايش. اوكي اوكي اوكي، لازم نكون جاهزين 100%. هيل يلا بسم الله. يلا تعال يا الممك.
دراغون لورد، يا ساتر. لا 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 لا، بحاول أعرف أتاكو، بس حتى الآن قاعد يسوي. أوكي، دفاعه مرة عالي وأنا مكان نقطة ضعف. أوكي هرب. والله والله والله، إيش الدراغون أتاك هذا؟ وش اعطيني جسمه ذا؟ قلت اضربني هنا يعني؟ اوكي القم. اوكي يلا ضربني بس حمد. اوه صح معايا البوش عشان كذا ما تدمجت. معايا الحماية. ايش هذا؟ ايش ذا؟ الصوت اللي طلع. هذا اوكي ضربناه ضربة. نايس صدحناه. كيف بتروح علي؟ كويس هقله. ما كان دمج بس دمجنا. اوكي فكرت نسوي حركة في الأولى. نبعد عن الكهرب. اوكي يلا دمجت كثير. ايش في؟ وين راح؟ ها؟ أيوة. يا جماعة ذا ذكرني ببوس في سكر صراحة. اوكي الله الضرب كله في المبكر كرمني. يلا يا مبكر يلا شد حالك. اها يا رجل ايش النار ذي؟ الله هرب. خلاص وقف. يا الله رب الله انضربت ان سلاحي ثقيل. ما اوه الحمد لله لما اضرب خلاص يعني ما عاد يمديني اهرب. اهرب اهرب اهرب. مدينة علي مدينة. وين راح؟ اوكي. اي. اوكي. ابغى ارجع البون فاير. نرجع البون فاير، اتمنى اني اقدر ارجع البون فاير. اوكي خلينا نعدل العصيرات. فلاسك يب. اوكي كده تمام. خلينا نرجع البوس. يلا حاول الثانية هذه المرة إن شاء الله أفضل. يلا يا ممك وين فلوسي؟ ها؟ والله ما أدري وين مت أنا.
ناطف بدري. يا الله يا حرام يا أخي، حرام حرام حرام. محاولة فاشلة، محاولة مرة فاشلة، حتى فلوسي راحت. شكرا شكرا. يلا محاولة الثالثة، محاولة الثالثة أيها الممك، هذه المرة أنا أثق فيك. باقي هذه. يلا إلى الأمام. خلاص أخذ البوشن دام ذي حين أصبر. أوكي أطيب البوشن. يا بدا ثانية. أوكي هربنا. أوتش. لا 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 انا ما انا عارف نقطة ضعفه فين بالضبط. يمكن ذيله، هذا هو بيخليني نوصل لذيله. اوكي ضيعت ضربة، ضيعت ضربة ثانية ضربني. الله 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 الله. أزبن. يا ساتر يا هو انفجار. اوكي اوكي ذا ذا قاعد دمج كويس. نايس دوج نايس دوج. يوه قاعد ضيع انا. اوكي وش في ذا؟ اختفى. اوكي يعطيك ضرب على الماشي ويهرب. والله هي ضرب الميمك ضرب. ياه كيف ما هربت من هذه؟ ياه يا ولد ارحم الممك يا اخي. يهو اوكي اوكي هربنا 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 هربنا. اوكي هذه المحاولة افضل، هذه المحاولة افضل. يا سلام يا سلام عليه. هاي القم واحدة القم. نايس نايس نايس. نبان نبان. وين راح؟ نحط مسحة. لا تهرب لا تهرب. اوه قطعنا ذيله. نايس يبا خلنا بموت يبا خلنا نروح. وين راح؟ اوه حط رجلك. خلاص وقف. لا اوه يقفل يقفل. وين راح؟ وين راح؟ وقف. الله حرقنا. اوكي يموت 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 يموت. حتموت. اظنك مات. ايش قاعد اسوي انا؟ هاي الفل.
لا سكر يموت 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 يموت. ذلك مقطوع ذلك مقطوع. اخذ ضربة. وات يا سلام. نايس نايس. ريمبرس اوف ذا دراجون لورد. نايس. اوكي اوكي هزمنا هزمنا. ضيعنا فلوسنا لكن هزمنا. هذا اهم شيء. طبعا هذا بوس جانبي يا شباب. والله فايت حلو. والله فايت كان جميل. خلينا نرجع الشراين ونشوف ايش اقدر اشتري بالروح حق البوس هذا. والله القهر والله راحت الفلوس لكن يلا ما له. نرجع الشراين يلا. على كذا خلصنا المنطقة الثانية. باقي بس المنطقة الكابيتال. الكابيتال وما ادري هل باقي شيء وراها ولا لا. اتوقع انه راح تكون اخر حاجة صراحة. راح تكون اخر شيء. تروح عند هذا طبعا ماتت لكن هذا هو. دراغون نايت ايش دراغون دراغون كينج. كريك بليد. اوه هذه فايد. ثاندر لورد فورم. اوكي طيب ما علينا. هل في دروع؟ دراغون دراغون دراغون. لا ما في. اجل على كذا نروح الكابيتال. وين كانت؟ كانت هنا توقع. هنا خلينا نشوف. لا 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 غلط. طيب راح نوقف هنا. عارف ان المقطع ممكن يكون اقصر من المعتاد لكن الكابيتال هذه يبغى لها مقطع خاص فيها. انا بداية خاص فيها. فذبحنا دراجون لورد هذا اهم شيء. واستعرضنا فيه المنطقة السرية وبوس سري. فاتمنى انكم استمتعتوا. كان معكم نفس السلسة واشوفكم على خير في المقاطع الجاية. السلام عليكم.